وتاني محطاتنا الصباحية لليوم مشاهدينا رح نحكي فيها عن طاقة الفصول. كثير من الأحيان بيتغير مزاجنا ومشاعرنا للأفضل أو للأسوأ، وهذا الشيء أكيد بيكون مدعوم بأسباب علمية. أكيد اليوم رح نحكي مشاهدينا عن تغير مزاجنا تبعا للفصول. ممكن نمر بحالات اكتئاب في أشخاص بيكرهوا فصل من الفصول معينا، ممكن في أشخاص بيحبوا فصل من الفصول بيتفائلوا فيه، لكن ما بنعرف مدى صحة هذا الشيء. في أشخاص بيروحوا بيقولوا إنه هذا الشيء يمكن وهم نحن عم بنعيشه، من مدى نحن كرهنا لهذا الفصل بنقول نحن بنكتئب بهذا الفصل، او من مدى حبنا لهذا الفصل بنقول نحن فعلا بنتفائل بهذا الفصل. رح نحكي اكثر وموسع عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، غاليه البغدادي الخبيره في علوم الطاقه. يسعد صباحك يا غاليه. يسعد لي صباحك. اهلا وسهلا فيكي. طبعا مثل ما ذكرت كثير اشخاص بيكتئبوا بفصل معين، في اشخاص بيقولوا هذا وهم نحن عم بنعيشه، ممكن نحن بنكره هذا الفصل بنقول لا بنكتئب فيه، وفي أشخاص لا. خلينا بداية كيف نحكي كيف بيأثر فعلا مزاجنا وكيف بيتغير تبعا للفصول. تماما. هلا إذا بدنا نحكي عن الفصول، أكيد كل فصل له خاصيته، وإذا بدنا نحكي بالمنظومة الصينية بالعلم الصيني، إذا بدنا نحكي هن بدال 4 فصول هن 5 فصول، لأنه بيقسموا فصل الصيف لشقين لقسمين، أول الصيف أول فصل الصيف وآخر فصل الصيف، لأنه هو كل فصل بيختص بشيء معين، يعني له خاصية معينة. هلأ إذا بدنا نحكي مثلاً على فصل الربيع، فصل الرياح، فهو بتحسي إنه الهواء بيكون كتير لشيء معين بالحياة، إنه هو يلقح الزهور، تطلع الزهور، فبتحسي هو فصل هيك بيعطيكي نوعاً ما تماماً طاقة. عندك فصل الصيف كمان بيجي إنه الحرارة، يختص إنه بالحرارة والهواء اللي بيكون كتير حار فيها، فكمان بيعطيكي هي الطاقة. الشيء الثاني عندنا فصل الصيف اللي هو نهايات فصل الصيف اللي بتجي، هي اللي نحن الناس ما بتعرف انه فصل الصيف هو شقين، اللي هو نهاية فصل الصيف اللي هي بتجي الجو بيختلف تماما عن بدايته، اللي هو بيكون حرارة مع رطوبة. لهيك بتلاقي الناس كتير بيصير عندها تحسس، بينزعجوا نوعا ما، بتحسي انه بتكتر الامراض بنهاية فصل الصيف. بعدين بيجينا فصل الخريف اللي هو الناس بيقولوا عنه فصل الكآبة او الورق عم بيهر، فصل او الفراق، قطع العلاقات، دائما هذا السائد يعني عن هذا الفصل. تماما. او هو مع انه هو من الفصول يلي هو في ركود، يعني بتحسي ركود نوعا ما، يعني بتحسي حتى بجسمنا بتحسي انك كثير بدك تهتمي، لانه هو في هواء جاف، يعني هواء جاف، فهواء نوعا ما مضر. بس نحن اذا هيئنا جسمنا لكل فصل بده يجي وعرفنا خاصيه الفصول، ما بتحسي حالك انت بتفوتي بهي الطاقه اللي هي طاقه الاكتئاب او حتى طاقه المرض. يعني فصل الخريف هلا مثلا كل الناس بتعاني من الاحتقانات، بتحسي حالك انه بيصير كثير عندك احتقانات انفيه نوعا ما، مثلا حتى بتحسي حالك انك فايقه، بتقولي كثير بنسمع انه مالي حيل قوم، مالي حيل اعمل شيء، لانه هو في ركود عام، فبتحسي حالك انه هيك شوي بيعطيكي هذا بتحسي حالك مالك مرتاحه نوعا ما، او هيك جسمك على طول حاطط. فهو هذا الشيء طبيعي، اذا نحن عرفنا كيف نتعامل وهيئنا حالنا، عرفنا كيف نتعامل مع هذا الفصل بطريقه اكلنا، بطريقه شربنا، بطريقه حياتنا، ما بتحسي حالك بتفوتي بهذا الجو نوعا ما. طب اليوم اذا بدنا نحكي من الوقت اللي بدنا ننتقل من الصيف للخريف، يعني نقله اليوم احيانا بيختلف الجو، يعني بتحسي فجاه صار برد، يعني نحن فورا نطينا، يمكن احيانا بيكون صيف فجاه بتصيري بتحسي انه صار برد، صرنا بشتويه اليوم. هذا تغير الفصول بشكل مفاجئ والتقلبات الطقس اليوم قديش بتاثر على الحاله المزاجيه؟ هلا بتاثر اكيد، بس مو هالتاثير اللي هو كثير مزعج. يعني انا بحسه بالعكس تغيير حلو، لانه انت بتكوني مثلا هلا اذا اجاكي نهار واحد بفصل الشتاء، بفصل الصيف عفوا، في هواء ورطوبه، بتحسي حالك انت كثير انبسطتي، فما بالك هي النقله. يعني الاسبوع الماضي انا كثير شفت ناس قالوا شو هالهوايات شو الجو غير شكل تماما. تمام. بس نحن اهم شغله مشان ما نفوت بطاقه مرض او ما نفوت باعراض مرضيه ننتبه كثير. يعني انا المفروض بهذا الجو بالذات يضل معي جاكيت المساء، لانه الهواء تبع فصل الخريف يعني بمرض عن جد، ما بيصير تنامي وفي شباك مفتوح، يعني الهواء تبعه جاف، فانت بتحسي بياثر كثير عليكي، بيعمل الشعر بصير بهر، الجسم بصير بينشف كثير، فهو الهواء مزعج. بس انا اذا هيئت حالي لهذا الموضوع ما بحس الموضوع ابدا مزعج، حتى بفضل انه انا كثير الناس بهي الفتره بالذات، لان الهواء فصل الخريف جاف، فيشربوا كثير مي لحتى يعوضوا هذا الجفاف اللي هن عم بيعانوا منه. طب اليوم كما يقال والشائع دائما، ويمكن هن الاشخاص اللي بيكرهوا فصل الشتاء وانا منهم، انه اليوم بس انخفضت درجات الحراره او شعرنا بالبروده نحن تغير مزاجنا، شعرنا بالاكتئاب، هل هذا الشيء صحيح؟
هلا اكيد عند اشخاص معينه ايه بيكتئبوا بفصل. هلا في مقوله كمان صينيه بتقول انه الشخص بيحب الاشهر اللي هو ولد فيها، بس هي مو يعني مو شيء مثبت ابدا علميا. بيقول لك انه الشخص بيتاقلم مع الشهر اللي هو ولدان فيه، يعني الولدان بالصيف بحب الصيف، الولدان بالشتاء بحب الشتاء، فهي انت ولدانه ب 12 وما بتحبي الشتاء، فهي اكيد مو مثبت علميا. بس هو اللي بيصير انه في اشخاص بتتضايق من التغير الجو بشكل عام، يعني العتمه، في ناس ما بتحب العتمه، في ناس ما بتحب الليل، في ناس عن جد بيزعجها كثير وقت بيكون السما رمادي، يعني هي طبيعه بشريه. هي شغله. الشغله الثانيه نحن احيانا بطريقه كلامنا ناحي الاشخاص او مع اولادنا انه هلا الشتاء بده يكون برد وغيم ومطر وندفى وما ندفى وهالقصص واكتئاب تماما، فنحن بنعمل هي الطاقه السلبيه اللي هي يعني بتاثر علينا نوعا ما. يعني نحن كثير بحكي انا وبقول انه الكلمه لها تردد، فننتبه على كلماتنا. يعني انت بتلاقي شغله بسيطه مثلا بتصير، بتلاقي فورا السوشيال ميديا وبيكتروا القصص وحتصير كذا وحتصير كذا، فهنا عم يعطوا للناس طاقه سلبيه. نحن عن جد عن جد بهذا الوضع نحن بيغينا عنا، فخلي عن جد استقبالنا لفصل الخريف ولفصل الصيف يكون في محبه، يكون في هيك طاقه محبه، يعني يكون عم ننطر الشتاء انه حلو هلا المطر، هلا الجو حيكون حلو، الجو يعني حيكون كثير ممتع بالمطر والسما كيف هيك، يعني بتحسي في شغلات كثير نحن احيانا بنزودها. نحن بنزودها تماما، نحن بنعطي لحالنا انه انا بكتئب بهذا الفصل، خلص رح اكتئب اجباري، بدي اكتئب واللي حوالي بدهم يكتئبوا، بنهيئ حالنا على فكره من قبل بوقت انه هلا يا لطيف. فلا هو ممكن نوعا ما، بس مثل ما قلت لك انه العتمه، في ناس ما بتحب الليل، يعني في ناس تقولك انا ما بصدق امتى يطلع الضوء اكثر، بيلاقوا الليل صار طويل، فهذا نوعا ما بيكون مزعج لي. طب اذا بدنا نروح ونحكي اكثر على تاثير تغير الفصول على صحه او على جسم الانسان اكثر من الحاله المزاجيه. تمام. هلا تاثيرها كثير كبير، اذا انا ما عرفت اتاقلم او انا ما هيئت حالي اكيد تاثيرها كثير كبير. يعني عندك هلا في كثير شغلات المفروض الناس مثل ما حكيت قبل شوي انه شرب المي كثير، نعتني بلبسنا، يعني نضل انه بهذا الطقس انه انا كثير مثلا عم اخلي جسمي يتعرض للهواء او للبرد كثير مؤذي. ومثل ما حكيت قبل قلت انه كثير بدنا نهتم بهذا الفصل بالذات بالمرطبات، واللي عنده حساسيه من فصل معين كمان لازم يتدارك هذا الموضوع. تماما اكيد، يعني كثير حلو انه مثلا هلا نكتر شرب الزعتر، شرب البابونج، الزهورات، الزنجبيل، هلا شوي ثانيه بالليل بيصير برد اكثر، يعني هذا الشيء كثير بيريحنا لما نحن بنهتم او بنهيئ حالنا للشيء اللي جاينا، فبتحسي حالك انت بتفوتي بالفصل وانت كثير مرتاحه ومبسوطه. طب اذا بدنا نذكر اليوم الاشخاص اللي اكثر تاثرا بتغير الفصول، هل هنن الرجال ام النساء ام العكس؟ يعني اليوم في اشخاص بيقولوا لك النساء ان هنن اكثر عرضه لتقلبات الفصول او لتغير المزاج مع الفصول، خلينا نحكي هل هذا الشيء صحيح ولا كل الاشخاص ممكن يتعرضوا لهذا الشيء؟ لا هذا الشيء صحيح، النساء بتتاثر اكثر لانه اول شيء حساسيتها عاليه وهي اللي اكثر بتحسيها انه بتهتم بجمالها وبالقصص، فكثير بتعاني بهذا الوقت من جفاف البشره وبتحس انه شعرها كثير عم بتحس انه نوعا ما بشرتها شوي صارت تتاثر مزاجها، فبتحسي انه بتتاثر نفسيتها انه ليش هيك، او بتكون مزعوجه اكثر من الرجال. الرجال ما كثير بيهمون يعني هذا الامر او هذا التغير، لا بتحسهم على طول مشغولين، يعني ما بيهتموا ابدا تمام. حتى في اشخاص يمكن غاليه يعني ما بتفرق معهم صيف خريف ربيع شتاء، بتحسيهم انه هم متاقلمين مع كل الفصول، شو السبب؟ تماما. هلا هن معودين حالهم، يعني هي عاده، انت مثل ما بتعودي حالك انت مثل ما بتستقبلي خلص كل فصل بده ياخذ حقه. يعني انه مثلا ما في شيء اسمه انه هلا مثل ما انه هلا عم نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي انه هلا بده يجي هذا فصل الشتاء اكثر فصل بارد. طب لا، هذا الحكي ما له مثبت علميا. والشيء الثاني انه نحن لا، يعني كل فصل بده ياخذ حقه، بالان كان الصيف بده يكون درجات حراره مرتفعه وترتفع اكثر، ونفس الشيء بالشتاء بده يكون في انخفاض لدرجات الحراره، فنحن نكون متاقلمين يعني مع الجو العام، لا انه نضل على طول انه لا كثير بده يكون برد، لا كثير بده يكون شوب، ما حتكوني مرتاحه نوعا ما، وحيضل عندك توتر انه شو بدي اعمل او كيف بدي هيئ بيتي او كيف بدي زبط اولادي او كيف بدي اعودهم على هذا الطقس اللي يكون كثير بارد. لا اتاقلم انا واقلم اللي حوالي معي تماما بهذا الموضوع. يعني نحن كل شيء ناخده بالهدوء، كل شيء ناخده بالموازنه، بالامر الطبيعي، ما كثير نصعد القصص، بتحسي حالك انت كثير مرتاحه. عودتي تماما، يعني هو الفصل بده يمرق اذا رضينا ولا زعلنا ولا تماماً. هذا الفصل رح يكون حتمي. اليوم لما بدنا نحكي عن الاكتئاب الموسمي، هذا المصطلح كثير شائع، هل هو موجود ومين هنا الاشخاص اللي فعلا بيصير عندهم اكتئاب موسمي؟
تماما. هلا اكثر الاشخاص اللي بيعانوا من الاكتئاب الموسمي هن اللي بيفكروا كثير، يلي هن على طول بيسبقوا الاحداث، يعني بيعطوا اخبار لقدام انه لا بده يصير كذا وبده يصير كذا، او حتى اني انا هلا بهذا الفصل بدي كثير اتعب، او بيكون احيانا مرتبط بحاله معينه اللي هي صار معه حدث بهذا الشهر المعين. فبتحسي حالك انت كل ما بيصير مثلا صار معه شيء بفصل الشتاء، فبتحسي كل ما بده يجي فصل الشتاء بيكرهه، لانه هو بيذكره بحادثه معينه او بيذكره بامر معين. فهدول الاشخاص انا بلاقيهم هن عرضه اكثر انه يصير معهم اكتئاب موسمي او حتى يكرهوا فصل معين. على طول نحن بنربط الاحداث اللي بتصير معنا بفصول، او احيانا بريحه عطر، او احيانا باغنيه ممكن نسمعها. فهذا الموضوع على طول بياثر كثير على مزاجنا، فبتحسي حالك انت اي شيء بيذكرك بموقف معين صار، فبتحسي حالك انت بيصير معك هذا الشيء. قديش بيأذي فعلا، مؤذي. واليوم هدول الاشخاص كيف ممكن انه يطلعوا من هي الحاله، او هل في طرق فعلا علاج نهائيه لهذا الموضوع؟ طبعا اكيد. هلا نحن على طول انا لما بقول لهم مثلا اي موضوع بيصير معكم بالحياه لا تضلوا حاطينه بعقلكم الباطن وعم بتفكروا فيه. انت مجرد ما ضليتي عم تكرري الفكره بموضوع معين صار معك او بشيء معين صار معك، عقلك الباطن لحاله كل شيء بيصير بيعطيك تنبيه بيذكرك فيه، لانه بيفكر انه انت حابه هذا الموضوع وعم يرجع يطرح لك اياه مره ثانيه او يذكرك فيه، بصير انت عندك مثل التنبيه. فلهيك انا بقول لهم على طول تكرار الافكار السلبيه عنا هي مشكله بحد ذاتها، لانه هي حتضل تتكرر معنا. اما انا لما بدي اتخلص من فكره سلبيه، يعني موضوع صار معي بعطيه حقه بخلص منه، اذا حسيت حالي اني نوعا ما لسه تعبانه او لسه حابه انتهي منه بالمره، انا فيني اكتب على ورقه وشقه. يعني انا عقلي الباطن مجرد ما كتبتي فانت كانك عملتي تفريغ، طلعتي هاي الافكار من راسك تماما. فانا على طول بقول لهم فضوا او فرغوا الافكار السلبيه اللي موجوده عندكم عن طريق الكتابه، اكتبي واحرقي. انت اعطيتي امر للعقل الباطن انه خلص هاي الفكره انا ما عاد بدي اياها، فمن هون انت ببلش هذا الوتيره تنزل عندك لدرجه انه بصير ولا عاد شيء ياثر فيك. يعني مرقتي مثلا باغنيه كانت تعبر عن شيء معين انت كنت تنزعجي فيها، بتحسي حالك تسمعيها ولا ابدا بتتاثري. بس اهم شغله انه انت لما بتكوني بقلب المشكله او بقلب الحدث تعطيها حقها، تفرغي كل شيء عندك وبعدين تنتقلي للمرحله اللي بعدها اللي هي مرحله العلاج. تماما. واليوم كثير بنسمع وخصوصا بتشوفي على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا هلا شهر ايلول ببلشوا حتى الحالات، حتى البوستات بتلاقيها كلها سلبيه، انه هذا الشهر في تساقط لاوراق الشجر، معناتها هذا الشهر تساقط العلاقات، شهر الفراق. اليوم دائما بتحسي صار هذا الشيء سائد عند الجميع، يعني نحن عطينا لحالنا هذا الشيء فعلا صار بالنسبة لنا هذا الشهر الفراق. تمام. بالعكس هو شهر انا بشوفه شهر التغيير، حتى هي الورق لما بتنزل على الارض هي لتغذي الارض، لان الورق بيكون فيه كثير معادن وهذا اللي بيخلي مياه عذبه بالارض على فكره. يعني الورق وقت بينزل وبيمتصه التراب هذا اللي بيعطي مياه عذبه للارض. بالعكس نحن هذا شهر الخريف انا بحسه شهر للتجديد، لانه بعده حيطلع ورق كثير حلو. فنحن بيعلمنا حتى التخلي، يعني نحن لما موضوع بيكون او شخص بيكون مؤثر علينا نوعا ما سلبيا ونحن كثير متكمشين فيه هو كثير معذبنا، بس تطلع على فصل الخريف تشوفي الشجر يلي هي وراقه كانت قد ايه مبسوطه فيها لفصل من الفصول تخلت عنه. فانا ليش لا ضل متمسكه ومتشبسه بافكار ممكن تكون سلبيه او اشخاص ممكن يكونوا هن المصدر السلبي لحياتي. طيب إذا بدنا نروح لنحكي شوي عن الفصول الأربعة والطاقة المتجددة وعلاقتهم، خلينا نحكي شوي عنه. تمام. هلأ كل فصل له خاصيته وكل فصل له طاقته، فبتحسي حالك أنت سبحان الله لما بتهيئي حالك بطريقة معينة للفصول بتحسي حالك أنت كتير مستمتعة. يعني لما بتحكي على طول بطاقة أو بكلام إيجابي لأي فصل أو لأي شيء بالعموم بالحياة، بتحسي حالك أنت عم كل شيء عم يمرق معك عم يمرق بطريقة كتير حلوة. بس لما أنت بتكوني أي موضوع يعني أو بدك تمري بفصل أو أي شيء صاير معك عم تاخديه من الجانب السلبي، فأنت أي شيء حتعمليه بالحياة ما حيعطيك الإيجابية يلي أنت بدك إياها. حتى بتغيير الفصول حتلاقي حالك طلعتي من الصيف نفس الشتاء، طلعتي من الشتاء نفس الخريف نفس الربيع، عليه لأنك أنت اللي لازم تتغيري مو الفصول اللي لازم تتغير. نغير شوي هيك من طريقة أفكارنا من نظريتنا أو من رؤيتنا أكثر للحياة، تكون شوي عنا هي النظرة الإيجابية يلي نحن نعطيها لحالنا أقل شيء، لحتى تحسي حالك أنه عن جد هذا التغيير عم يعطيك إيجابية. حتى اليوم نشوف في أشخاص بيقولوا نحن بفصل الصيف دائما عنا هذا الخمول والكسل، ما بعرف إذا هذا الشيء فعلا حالة علمية. وفي أشخاص على العكس بيقولوا
فصل الشتاء عندنا الخمول والكسل وما عندنا القدرة على القيام بأي عمل معين. اليوم في فرق بين الصيف وبين الشتاء. اليوم هل هذا الشيء بيرجع لطبيعة الجسم؟ هلا بيرجع لطبيعة الجسم وبيرجع الشخص هو كيف عم بيتعامل مع هذا الفصل. يعني في اشخاص هنين مثلا بتحسي شوب وكثير الجو حار وهنين عم بياكلوا اكلات دسمه وعم يشربوا مشروبات غازيه، فهذا الموضوع كثير بياثر عليهم من هي الناحيه، عرفتي؟ اما لما هو بيكون مهتم باكله، شرب مي كثير، خضار كثير، ما بتحسي بيتاثر. يعني نحن بدنا نراعي كمان الفصل اللي نحن فيه، نعرف شو لازم ناكل حتى ما نتأثر. طبيعه الجسم شو بتتطلب. تمام. اكيد بدنا نتشكرك ونتمنى هيك هذا الفصل يكون حلو على الجميع ويكون دائما فيه طاقه ايجابيه وتحقيق الاماني، واكيد بقيه نهار حلو لك غاليه. شكرا لك.